مساء الخير مشاهدينا، اهلا بكم وحلقه جديده من برنامجكم علشان بكره. طبعا اللي بياتي الاجواء الرمضانيه والاحتفال بشهر رمضان في ظل يعني اخبار سعيده اقتصاديا من ناحيه عوده مره اخرى مصر الى الامه الافريقيه من خلال مؤتمر الامم الافريقيه اللي بيقام الان في غينيا الاستوائيه وانتهت فعالياته اليوم. طبعا جاءت الزيارة أو زيارة لهذا المؤتمر بتعد من الزيارات المهمة للرئيس السيسي، خصوصا أن عودة مرة أخرى النشاط الإفريقي المصري في الفترة القادمة، وده كان مساعي الدولة المصرية في الفترة اللي فاتت على اعتبار اللي كان في بعض الخلافات، مش فقط بس عشان تجميد عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي بعد 30/6، ولكن فيما سبق نظرا النظام السابق أو الأسبق النظام مبارك ما كانش بيهتم أو بيعي أهمية الدول الأفريقية من ناحية الاستثمارات المصرية الأفريقية. عايزة أقول أن أيضا هذه أو هذا المؤتمر تحت عنوان الزراعة والأمن الغذائي، قد إيه في أهمية للأمن الغذائي لأنه أمن قومي للدول الأفريقية وأيضا الدول العربية وتحديدا مصر في الوقت الحالي. ولذلك حلقتنا النهاردة هتكون حوالين فعاليات المؤتمر، وهنختص في حلقتنا بالحديث عن لماذا حتى الآن لم يحسم أو لم تحسم قضية الأمن الغذائي في دول شمال أفريقيا والدول الأفريقية، وهنتطرق لهذا الموضوع بالتفصيل من خلال خبير البورصات الغذاء الدكتور نادر نور الدين، وهو أستاذ في كلية الزراعة جامعة القاهرة. ده موضوعنا الأساسي، لكن طبعا بتأتي الزيارة أو حضور القمة، ده طبعا من أهم الأحداث اللي على الساحة الأفريقية والعالمية. ولكن بداية الزيارة أو قبل زيارة رئيس السيسي إلى مؤتمر القمة الأفريقية توجه إلى الجزائر، وطبعا عايزين نقول ان الجزائر من الدول الداعمة لمصر في 30/6، ويمكن كانت تسببت هي وبعض الدول الافريقية في عودة مصر مرة اخرى لنشاطها في الاتحاد الافريقي. ولازم نأكد ان هناك تعاون ما بين الدولة المصرية ودولة الجزائر في اطر كثيرة، اهمها طبعا الاقتصادي او الاطار الاقتصادي، الاطار الزراعي. أيضا أثمرت هذه الزيارة عن اتفاقية الغاز أو تصدير الغاز لنا من قبل الجزائر بسعر مخفض أو بسعر خاص بالنسبة للدولة المصرية، خصوصا إحنا بنمر بأزمة اقتصادية، وقيمة مش القيمة المالية ولكن حجم شحنات الغاز هتكون حوالي 5 شحنات غاز مسال لمصر، حجم كل شحنة حوالي 145,000 مليمتر مكعب، وده هيكون خلال هذا العام نظرا لاحتياج مصر للغاز المسال كطاقة لبعض المصانع وأيضا محطات الكهرباء، الأزمة اللي احنا بنعاني منها في الفترة الحالية. هنتطرق طبعا لكل هذه الموضوعات من خلال ضيفنا الكريم دكتور نادر نور الدين، بس أنا طبعا احنا بنحاول نقدر الإمكان اللي احنا نلقي الضوء على مجموعة من الأخبار الخاصة بالأخبار الاقتصادية المصرية. أيضا بيان مشترك النهاردة على هامش القمة، القمة الإفريقية، طبعا كان هناك بيان مشترك ما بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الأثيوبي، أثمر عنه 7 بنود وأثمر عنه بعض المبادرات اللي احنا بنعتبرها مبادرات تفاؤلية، إنها بتؤكد أن في بداية لحل الأزمة ما بين مصر وما بين أثيوبيا بصدد سد النهضة، وده هنتطرق إليه أيضا من خلال حوارنا في هذا البرنامج ومع ضيفنا الكريم دكتور نادر نور الدين. عايزة أقول إن احنا برضو عندنا مجموعة أخبار خاصة بالأخبار الاقتصادية اللي بصدد اللي احنا نفتحها النهاردة من خلال بعض من مجموعة الأخبار الموجودة عندنا في البرنامج، من ضمنها مثلا الإضرابات العمالية اللي احنا بنأكد عليها اللي احنا مهتمين بيها في البرنامج، اللي خاصة بمساهمة البحيرة أو الشركة القبضة لاستصلاح الأراضي والمياه الجوفية اللي بتحوي حوالي 7 شركات أو 6 شركات لغاية دلوقتي مستحقاتهم المالية لم تصل إلى العاملين بعد. ومعانا الأستاذ إسلام عبد الرازق. أستاذ إسلام اتفضل.
استاذ اسلام، كنا الاسبوع الماضي بنتكلم ان في وزاره جديده واكيد مستحقاتكم الماليه سوف يبت فيها هلال خلال هذا الاسبوع، ايه اللي حصل بالظبط لغايه دلوقتي؟ يعني الاجراءات وصلت لغايه فين؟ والله وكان في وعود ان هيتصرف شهر او شهرين قبل رمضان، ولغايه دلوقتي ما تمش اي حاجه، بناخد وعوده بس. المسؤولين في اداره الشركه كل همهم التشبث بالمقاعد. لا بس خليني اقول لك على حاجه بس يا استاذ اسلام، عشان ايه اتفضل. احنا الوقت اتفضل. بتاعنا ضيق جدا لان طيب عندنا موضوع. طيب خلينا بس انا عارفه احنا اتكلمنا في الموضوع ده الاسبوع الماضي وعارفين ان الفلوس اللي هتجي لكم المستحقات الماليه مش نتاج للشركه لان الشركه لسه لم يسند ليها اعمال، ولكن طيب. الشهور اللي هتبقى هتصرف من خلال اما جهه وزاره التضامن او من خلال وزاره القوى العامله. وصلتم فين؟ اتفضل. ارجوك تديني فرصه ان انا اقول بس واعبر عن يعني مقاس ال 4000 عامل في يا استاذ اسلام. على فكره انا كل اسبوع بعبر بس حضرتك طيب. قولي باختصار عشان لسه هندخل مداخله ثانيه. طيب حضرتك باختصار ما فيش اي حاجه تمت رمضان باذن الله يوم الاحد، العمال ما فيش اي حاجه اتصرفت فيهم، اضطرينا ندشن حمله سميناها سحورنا وفطرنا عليك يا حكومه. احنا ما فيش قدامنا غير ان احنا بنناشد السيد رئيس الجمهوريه ضروره التدخل، لن يحل المشكله الا قرار سيادي تصرف رواتب العمال في سنه البحيره اللي وصلت لسبع شهور وفي العقاريه المصريه اللي وصلت لخمس شهور، لازم تدخل علشان السلام الاجتماعي وحال الاسر اللي وصل لحال سيء جدا. رساله وصلت وباذن الله طبعا الرئيس الجمهوريه يكون سمعنا او بيشوفنا او اي حد من المسؤولين شايفنا ويسمع رسالتك، واكيد يعني هنحاول بقدر الامكان ان احنا نتابع مشكله المستحقات الماليه المتبقيه بالنسبه لعمال مساهمه البحيره. كان عايزين برضو نتصل بالاستاذ محمد سالم بس تقريبا احنا هنرفع الاذان الان، فنرفع الاذان ثم نعود للاستاذ محمد سالم نائب رئيس اتحاد العمال. لو لسه الاذان ما اترفعش هل ممكن في مساحه من الوقت اللي احنا نجري المكالمه؟ نرفع الاذان ونعود لاستكمال الخبر اللي خاص بمستحقات الماليه لعمال مساهمه البحيره. عاد مرة أخرى للبرنامج علشان بكرة، وكنا متوقفين عند خبر المتبقي من المستحقات المالية لعمال مساهمة البحيرة، وكان أحد العاملين بالشركة بيتحدث عن مناداته أو مناشدته لرئيس الجمهورية بهذا الصدد، وعندنا مكالمة مع الأستاذ محمد سالم وهو نائب رئيس اتحاد العمال، وهنتابع معاه الإجراءات اللي تمت أو الخطوات اللي تمت لعودة مستحقات المتبقية للعمال. أستاذ محمد أهلا بحضرتك. إيه اللي حصل بقى يا أستاذ محمد؟ يعني لغاية دلوقتي لم يبت في المستحقات المالية، كنا الأسبوع الماضي مع حضرتك من خلال المكالمة أيضا وقلت لنا إن ممكن يوم الاثنين أو الثلاث يبقى في مقابلة مع وزير الزراعة، وهل بالفعل تمت المقابلة أم ماذا؟ إيه الوضع يعني؟ أولا كل سنة وحضرتك طيبة وعمال مصر طيبين وشعب مصر كله طيب. احنا عملنا فعلا اجتماع طارئ كان يوم الثلاث، وكان الغرض من الاجتماع ان احنا لابد ان احنا ناخد خطوات جاده، لان فعلا المساله بقى دمها مش مظبوط. ست شركات الى حد ما فيها اربعه شالوا همهم ما بقاش عندهم مشاكل، لكن المشكلتين العظمتين في شركه مساهمه البحيره والشركه العقاريه. طلبنا لقاء معالي وزير الزراعه ورئيس الشركه القابضه طلب اللقاء لكن لم يحدث حتى ما بكلم حضرتك دلوقتي. طيب. لكن الخطوات اللي اتخذت في هذا الامر كان اخر حوار ان معالي وزيره القوى العامله كان في جواب رفعته من رئيس مجلس الوزراء، وكان مفترض ان الشركتين دول هيقبضوا يوم الخميس شهر بمناسبه رمضان، لكن لغايه ما بكلم حضرتك رفعته وزيره القوى العامله الى رئيس الوزراء لرئيس مجلس الوزراء. ايوه فندم. يعني طب من المنتظر ان يبت في هذا القرار؟ احنا بنتمنى ان بكره الناس تقبض، يعني احنا بنتمنى من الله ان الناس الشركتين دول بالذات يقبضوا. لكن اللي انا عايز اقول لحضرتك عليه ان يعني انا عايز برضه اقول للاسلام مش كل شيء نحمله رئيس الجمهوريه
لكن في رئيس وزراء وفي وزير معني وفي ناس لابد انها تشتغل ولابد انها تتحرك. ما هو رئيس الوزراء والاشخاص المعنيه زي وزيره القوى العامله ورئيس الشركه او وزير الزراعه الموضوع ده بنتبحثه من قبل ما وجود رئيس الجمهوريه ولم يبت فيه حتى الان، يعني 6 شهور تقريبا. كلامك صحيح. ونفس رئيس الوزراء، يعني رئيس الوزراء هو نفسه كان رئيس الوزراء في الحكومه السابقه. ما هو على اعتبار ان حتى وزيره القوى العامله نفسها هي وزيره القوى العامله في الفتره السابقه. كلامك مظبوط، بس مشكلتنا ان احنا بعد ما خدنا خطوات جاده مع وزير الزراعه التشكيل الجديد جاب الدكتور البلتاجي، فالدكتور البلتاجي حريص على ان كمان يتفاهم الدور الحقيقي بتوع ست شركات. طب يعني الخلاصه ان مفيش حاجه تمت جديده في هذا الشان، هنتابع مع حضرتك الاسبوع القادم. لكن قبل ما اقفل مع حضرتك، احنا سمعنا ان اتحاد العمال تبرع ب 5 مليون جنيه صحيح لصندوق تحيا مصر؟ ده حقيقه، كان برضو يوم الاربعاء اللي فات عملنا اجتماع طارئ لاتحاد مخابرات عمال مصر، وكان برضو الغرض منها ان احنا عايزين نوصل رساله زي ما سياده الرئيس وصل رساله للشعب. احنا حبينا نوصل رساله لاصحاب الاعمال واتحاد اصحاب الاعمال ان احنا بنقول لهم ايه، يعني هي يظهر ما بتفوتش على الفقير ولا ايه؟ احنا كمان كل النقابات العامة ال 24 كل عامل في نقابة عامة يتحمل جنيه. هايل ان احنا هايل يعني المبادرة دي، انا قريتها في الجرايد وانبسطت جدا. لكن لو كان في فلوس بالطريقة السهلة دي، انتوا تتبرعوا ب 5 مليون وكل عامل يتبرع يعني بجنيه او بمرتب شهر خلال السنة، فده شيء كويس. طب ما الاجراءات سريعة جدا في موضوع التبرعات، طب ليه الاجراءات دي ما تبقاش سريعة بالنسبة لصندوق الطوارئ بالنسبة للعمال اللي محتاجين مرتبات؟ مش كان افضل؟ لان احنا مش منوط فينا او نضخ هذه الملايين لشركة القابضة لاستصلاح الأراضي عشان يبتدوا يشتغلوا تاني، لو في احتياج لرأس مال. يعني أنا أقصد اتحاد العمال هو يقدر يكون مبلغ من المال يضخ بيه في بعض الشركات المتوقفة، أو يدي جزء منه لمرتبات العمال خصوصا داخلين على شهر رمضان. انت عندك حق ومحدش يعترض على اللي انت بتقول عليه، لكن المشكلة العظمى عندنا ان احنا كاتحاد عمال غير منوط بينا ان احنا نصرف مرتبات، بالاضافه ان الجهاز المركزي للمحاسبات يوم ما نعمل هذا الاجراء هنخش فيه معاكم مساءله، ودي حقيقه. لكن احنا لما عملنا هذا الاجراء كنا بنوصل رساله لاتحاد اصحاب الاعمال وكل عامل يتحمل جنيه، يعني هو كل نقابه عامه. عموما هي رساله محموده ان فعلا الاحساس بالمشاركه الوطنيه ان مصر محتاجه كل عامل وكل مواطن وكل موظف انه يتبرع ولو بجنيه علشان يساعد مصر في ازمتها الماليه، خصوصا عجز الموازنه الكبير. انا طبعا ما قدرتش اتكلم على عجز الموازنه الكبير، ممكن الاسبوع القادم نتكلم على الاجراءات الخاصه بالموازنه العامه وتخفيضها، خصوصا ان الرئيس السيسي الحقيقه ما رضاش او لم يوقع على مشروع الموازنه الجديد نظرا ان هناك ارتفاع كبير في عجز الموازنه. فوزير الماليه يعني في تصريحات لي عبر الجرائد بيقول ان هي يعني الفتره القادمه والاسبوع القادم بيقدم اقتراحات لتخفيض عجز الموازنة، هنتابعها طبعا الأسبوع القادم. خلينا ندخل بقى في حلقتنا ونشتغل على موضوع الأمن الغذائي اللي هو أمن قومي بالنسبة للدول الإفريقية ومصر تحديدا، من خلال دكتور نادر نور الدين، أستاذة زراعة بكلية الزراعة جامعة القاهرة وخبير بورصات الغذاء، بعد التقرير اللي خاص بالعلاقات المصرية الإفريقية. مصر لم تغب عن افريقيا وافريقيا لم تغب، لان احنا موقعنا الجغرافي والاستراتيجي احنا دوله افريقيه، التواصل كان مستمر. لكن ما حدث من تجميد نشاط مصر في الاتحاد الافريقي كان مؤامره من احد الدول العربيه اللي هي متواطئه مع الاخوان، وفي النهايه لا يصح الا الصحيح. الافارقه املهم كبير في اطار تعاون، مش في بالنسبه لمياه النيل وصد النهضه فقط، وانما بالنسبه للتجاره، بالنسبه للزراعه، بالنسبه للمياه
ايضا حتى المشير السيسي قال لهم كلمه واحده، لن تكون مياه النيل جسر للمشاكل او الازمات مع افريقيا. مشاكل القاره الافريقيه مشاكل عديده لا حصر لها، ممكن التغلب على مثل على غالبيه هذه المشاكل باللقاءات التي تتم بين الرؤساء، باللقاءات التي تتم بين الوفود، يبقى في حلول عمليه لمثل هذه المشكلات. وجودنا على الخريطه الافريقيه بشكل اكبر في الفتره القادمه ده هيؤهل لوجود تعاون اقتصادي مع هذه الدول الافريقيه، وخاصه ان افريقيا كما نعلم جميعا هي بها يعني اكثر المصادر المعدنيه والغذائيه على مستوى كل القارات. القمه الافريقيه هتفتح باب للتكامل الاقتصادي، وهيبقى في دعم وتعاون وحرية التنقل بين الدول الإفريقية، هيبقى في شكل جديد جدا من العلاقات بين مصر وبين الدول الإفريقية، ودائرة الاهتمام المصرية الإفريقية أنا بيتهيألي إنها إن شاء الله هترتفع إلى درجة أعلى من المستوى الثالث، لأن زي ما حضرتك عارف إن دائرة المصالح بتبقى العلاقات المصرية العربية، العلاقات المصرية الخليجية، العلاقات المصرية الإسلامية، العلاقات المصرية الإفريقية، فأنا بقول إن هي هتنزل للمستوى الثالث إن شاء الله بإذن الله، إذا هترتقي هذه العلاقات وبناء عليها هترتقي المصالح، وهتعود على الشعب المصري ودول القارة الإفريقية بالخير والنماء إن شاء الرحمن الرحيم. وده اللي احنا بنتمناه. برغم طبعا ان الدول الافريقية بتتمتع بفرات مائية، وفي بعض الاحيان زي المشكلة الصراع على المياه ما بين بعض الدول الخاصة بحوض النيل، ولكن لغاية دلوقتي في مشاكل خاصة بالاكتفاء الذاتي بالنسبة للغذاء لمجموعة كبيرة جدا من الدول الأفريقية. عشان كده احنا هنركز النهاردة من خلال حلقتنا على العنوان الرئيسي لمؤتمر القمة الأفريقية اللي تحت عنوان الزراعة والأمن الغذائي للدول الأفريقية، من خلال الدكتور نادر نور الدين خبير مرصات الغذاء وأيضا أستاذ في كلية زراعة جامعة القاهرة. أهلا بك يا فندم. ليه لغاية دلوقتي الدول الأفريقية برغم الوفرات المائية الكبيرة، نعم، سواء من الأمطار أو من الأنهار، نعم، حتى الآن لم تستطيع الدول أنها تحقق أمنها القومي من خلال الأمن الغذائي، ليه؟ بالضبط كده زي ما تفضلتي، الدول الأفريقية بتتمتع بنسميها بلاد الوفرة الزراعية، بمعنى أن عندهم أراضي قابلة للزراعة بمساحات شاسعة مش مستغل منها لحتى الآن إلا نحو 17% من المساحات القابلة للزراعة. المية الوفيرة جدا سواء أمطار في المناطق الاستوائية أو أنهار عديدة في كل دولها، إلا أنه برضو المستغل من المياه حتى الآن في الزراعة أقل من 10%، وتهدر كميات كبيرة قوي إلى المحيطات والمياه المالحة. الأكثر من كده كمان سبب أنه مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي يتقال عليه أنه هو الزراعة والأمن الغذائي، انه في العشر سنوات الماضيه يعني تربعت الدول القاره الافريقيه على قمه الدول التي تتلقى معونات غذائيه من العالم. اذا ان الفجوه الغذائيه في زياده رغم كل هذه الوفره ورغم جذب استثمارات اجنبيه عديده، انما للاسف كل اللي بيجي يستثمر في القاره الافريقيه بيبقى اقرب الى الاستغلال منه الى الاستثمار. لا احد ياتي ليستثمر في الغذاء، انما مثلا تاتي الصين وكوريا والهند والبرازيل لتستثمر في زراعة الوقود الحيوي لكي يصدروا الإيثانول الحيوي والبيوديزل الحيوي إلى دولهم. فعشان كده حتى المنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الغذاء العالمي انتقدهم وقال القارة الجائعة تتحول إلى إنتاج الطاقة بدل الغذاء، وبعدين تكلم على أنه ليس هذا استثمار بل هو احتلال بزعم الاستثمار الزراعي. من هنا كان لابد من دول الاتحاد الأفريقي أن هم يقفوا بقى وقفة في أن اللي عايز يجي يستثمر فيما يهمنا. أكتر من كده بدأت دول اللي بتمنح معونات لدول القارة الأفريقية تشترط عليها أن هم يتلقوا جزء من المعونة على صورة أغذية محورة وراثيا. الأغذية المحورة وراثيا لم تثبت سلامتها للاستهلاك الآدمي حتى الآن، بتخش في اختبارات عديدة للسلام الحيوي ومدى ضرر الإنسان منها من عدمه، وكأنهم من أجل هذا الفقر والعوز سيتحولون إلى فئران تجارب للغرب. في الغرب بدل ما الشعب الأمريكي بيرفض والشعب البريطاني يرفض تماما أنه يتناول الأغذية المحورة وراثيا،
اصبح دلوقتي طالما انت محتاج لازم توافق انك تاخد جزء من هذا الغذاء اللي بنتبرع لك بيه على صوره اغذيه محوره عشان نتابعك. من هنا كان انتفاضه دول الاتحاد الافريقي بان لازم بقى نقف ونبحث الامن الغذائي، والامن الغذائي مرتبط بالزراعه لان الزراعه هي القطاع الوحيد المنتج للغذاء، مفيش قطاع تاني بينتج الغذاء اللي هي. فاذا عشان انتج غذاء يبقى لازم اطور القطاع الزراعي. يمكن اكتر حاجه بتقف في تطوير القطاع الزراعي في افريقيا نسميها الفجوة التقنية أو الفجوة التكنولوجية، إن المتعلمين والخبرات وخبراء الزراعة ومهندسين الزراعة قليلين في القارة نتيجة الفقر ونتيجة العوز ونقص الاقتصاديات، فالتعليم الجامعي قليل في العديد من هذه الدول. إنما في دول في شمال أفريقيا زي مصر مثلا مليانة خبراء في كل المجالات تقدر تساعد في هذا الأمر. بمناسبة الخبراء وانتقال حضرتك أنا شفته على صفحات الفيسبوك وأيضا على الجرائد فيما يخص الوفد المشارك المصري في مؤتمر القمة الأفريقية، وكان ليك انتقاد أن الوفد ده خلى من الخبراء المعنيين بهذه القمة وخصوصا موضوع القمة الأمن الغذائي والزراعة. نعم. هل بالفعل يعني انتقادك ده يعني لغاية دلوقتي لسه مصر عليها؟ هو لا هو كان مفاجآت مثلا حصلت بعد الإعلان عن القمة رسميا. هو كانت أمنية مني ان انا كنت بشوف طالما عنوان قمة الاتحاد الأفريقي الزراعة والأمن الغذائي فكنت بشوف ان يكون في وفد زراعي مشارك في هذا المؤتمر، يكون وفد مشترك من وزارة الزراعة ووزارة الري، علشان احنا عايزين نعلن لدول القارة ان مش احنا رجعنا بس، احنا راجعين عشان نساعد. زي ما احنا في الخمسينات والستينات مصر قادت حركات التحرر الافريقي، احنا النهاردة في الالفية الجديدة لابد ان مصر تخوض حركة التنمية والامن الغذائي في افريقيا من غيرنا. عندنا اكبر مركز بحوث في الشرق الاوسط، مركز بحوث زراعية في الشرق الاوسط كله، عندنا اكبر عدد من الجامعات 18 جامعة خاصة و8 جامعة حكومية و18 جامعة خاصة و24 كلية زراعة. اذا كليات بيطري كمان على عدد كبير، يعني هم اكتر حاجة يحتاجوها الزراعة والبيطري. اذا انا كنت بتمنى انه مصر تعلن، يبقى في وفد من الخبراء الزراعيين، مصر تعلن انه سنشارك بقوة في دعم الامن الغذائي، سنشارك بقوة في دعم التنمية الزراعية عن طريق الخبراء كما قدنا حركات التحرر، سنقود حركة التنمية، وان افريقيا تنتج غذائها بنفسها بدلا من الاستغلال الزراعي الذي يأتي من الخارج، لانه بدل ما ينتج الغذاء الذي يحتاجه شعوبنا يتركنا ما زلنا نتلقى معونات في صورة اغذية غير سليمة، ويزرع لنفسه ما يحتاجه من سولر حيوي او بنزين حيوي. فده كان فكري ان انا كنت ارجو ان مصر تقود حركة التنمية الزراعية والامن الغذائي، واحنا قادرون على هذا الامر، واعتقد انه التنمية الكبيرة هتتم عن طريق الخبراء المصريين. لانه مثلا انا كان اسأني جدا وعاتبتي العديد من المسؤولين سنة 2012 عندما وقعت الامم المتحدة مع اسرائيل اتفاقية ومنحتهم نحو 350 مليون دولار لتطوير الزراعة والامن الغذائي في افريقيا وهي دولة غير افريقية، وسألت ده مصر اكبر دولة افريقية في الزراعة، ده مصر بنت حضارتها على الزراعة، وده كان كنا احنا اولى بهذا. ناتج عن ايه؟ هل احنا مش متواجدين في المحافل الدولية، مش متواجدين في المؤتمرات بشكل يعني بنتواجد بشكل رسمي خلال المسؤولين دبلوماسيين؟ نعم. لكن مثلا مؤتمر زي القمة الافريقية يتحدث عن الزراعة والامن الغذائي ولا يوجد من يمثل خبراء زراعيين مصريين في هذا المؤتمر، هل شايف ان ده قصور في الشكل العام بالنسبة لما يمثلون الحكومة من الخبراء؟ هو بينظر على انه مدة المؤتمر بيبقى 48 ساعة، فالرئيس الجمهورية يرسم الخطوط العريضة في الأحاديث. هو طبعا داس على نقط كويسة، قال ان مصر فخورة بانتمائها الأفريقي، ودي كانت نقطة جميلة قوي يجب ان يشعر بها الأفارقة، لان هم في وقت معين اتهمونا بان احنا بدأنا نتجه شمالا وغربا، ومصر اهتمت بالشراكة الأوروبية والشراكة الأورو متوسطية والكويز مع الولايات المتحدة وشرق على ان الخير هيجي من فوق، لكن نسينا ان احنا انتمائنا افريقي في الاصل. وعلى فكرة الخير هيجي من افريقيا اكتر ما هيجي من فوق، لانه احنا كمان عندنا فجوة غذائية عميقة وكل الشعب المصري بيحس بيها في ارتفاع اسعار الغذاء نتيجة لان احنا بنستورد اكتر من نص غذائنا من الخارج. كل الدول الافريقية عندها بقى الوفرات اللي تقدر تخلينا نعمل الاكتفاء الذاتي ليهم ولينا من ارض زراعية، ان احنا نعمل استثمارات في بعض الدول اللي عندها وفرات مائية لان هم عارضين اراضيهم للاستثمار، بعض
بعض يعني المحاصيل لاستكمال يعني ما يكفينا من يكفينا ويكفيهم ايضا لانه مثلا احنا بنستورد زيوت الطعام، هم في بعض دول منابع النيل مثلا بتصدر زيوت الطعام اللي هي على صوره زيوت عباد شمس او زيوت فرصويا او هل ده كان محتاج اراده سياسيه، خصوصا ان الرئيس السيسي في خطابه اكد ان يعني 80% ده اجمالي صادرات القاره الافريقيه للمواد الاوليه، وقال ان توجهاته في الفتره القادمه ان احنا لازم يبقى في تعزيز جهود وطنيه لدعم وتطوير الصناعه بتعاون افريقي افريقي او عربي افريقي، خصوصا ان جزء من افريقيا في شمال يعني في شمال افريقيا في بعض الدول العربيه. شايف حضرتك ان توجهاته من خلال الخطاب ده رسم سياسات سواء خاصه بالحكومه المصريه وايضا سياسات خاصه بكونه احد او بكون مصر احد دول المشاركه في مؤتمر الامم الافريقيه؟ هو اعلن كمان حاجه مضيئه والحقيقه اعجبت كل الحاضرين في الاتحاد الافريقي عندما قال ان احنا اديت تعليماتي ان ننشئ الوكاله المصريه الافريقيه للتنميه. ده شيء جديد ان مصر اذا هتنشئ وكاله للتنميه في افريقيا واسمها الوكاله المصريه الافريقيه. النقطه اللي تفضلت عليها ايضا تفضلت بيها لما تحدث على انه المواد الخام بتاعتنا بتستنفذ و 80% من صادرات القاره الافريقيه مواد خام تعود الينا مصنعه بعشره اضعاف اسعارها. على سبيل المثال مثلا الصين وافريقيا مثلا كدوله موجوده، الصين علاقتها الميزان التجاري مع اي دوله في العالم في صالح الصين. ان صادرات الصين الى مصر اكتر كتير من صادرات مصر الى الصين، صادرات الصين الى امريكا نفسها اكتر كتير، اذا الميزان التجاري في صالح ما عدا مع افريقيا. الميزان التجاري في صالح افريقيا. هذا يعني ان الصين بتاخد كل المواد الخام اللي في افريقيا عشان توديها بلدها صحيح. وتعيد تصنيعها، ومن هنا كان الكلام انه احنا ليه؟ احنا عندي زراعه يبقى عندي تصنيع زراعي. عندي مناجم يبقى عندي تصنيع المناجم، عندي مناجم ذهب ونحاس ومنجنيز في دول منتصف القاره الافريقيه وخط الاستواء يبقى دول يروحوا يصنعوا بره ليه؟ لازم يصنعوا في القاره. إذا عندنا تنمية صناعية وعندنا تنمية زراعية وعندنا تنمية في المناجم والمعادن، وبالتالي إنشاء الوكالة المصرية الأفريقية للتنمية اللي أعلن عنها السيد الرئيس أعتقد إن دي خطوة مهمة قوي. إنما كمان كنا يعني عايزين إنه يدوس كتير على عنوان المؤتمر إنه يقول للدول الأفريقية إحنا رجعنا علشان التنمية، إحنا لسنا ضد التنمية في أي دولة، إنما التنمية شيء مهم، مصر هتشارك بكل علمائها في التنمية الزراعية. لكن في إيجابيات بعد هذا الخطاب، خصوصا فيما يخص موضوع البيان الثنائي ما بين إثيوبيا وما بين مصر النهاردة تم الإعلان عنه. نعم. وأعتقد إن هو بمثابة انفراجة ما بين العلاقات الإثيوبية المصرية وانفراجها بصدد فيما يخص سد النهضة، شايف رؤيتك رؤية حضرتك ايه في الموضوع دوت؟ والله هي زي ما تقولي انه بداية لبناء ثقة مفقودة ما بين الدولتين. الحقيقة على مدار 3 سنين وشهرين منذ ان تم وضع حجر اساس السد في 2 ابريل 2011، واحنا النهاردة في اخر شهر يونيو 2014، يعني 3 سنين وأكثر وشهرين تقريبا وشوية كمان، احنا مباحثات متعثرة. إثيوبيا مصرة على استكمال سد، مصر بالتأكيد الخبراء والتقارير تقول أنها ستتضرر جدا من هذا السد الكبير، لأن احنا بنرى أنه سد تخزين مياه وليس سد لتوليد الكهرباء. بس البيان بيقول شيء مبشر، يعني نعم. قال الطرفين هيأكدوا على محورية نهر النيل كمورد أساسي لحياة الشعب المصري ووجوده، وإدراك طبعا لحاجة كل الأطراف لموضوع الخاص طبعا بأهمية المياه وحاجة مصر من المياه. نعم، التنمية أيضا والحياة. هناك احترام متبادل وحوار متبادل والتعاون كأساس تحقيق مكاسب ما بين الأطراف كلها. أيوة. وغيره طبعا من الـ 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 يعني البنود المحترمة، يعني استئناف فوري لعمل اللجنة الثلاثية حول سد النهضة. يعني أنا أقصد أن في نفس الوقت يعني أن يعني حصل في بيان مشترك. أنا أعتقد أن في مسابق منذ شهر تقريبا كان في تصريحات لرئيس الوزراء الاثيوبي بشان السد، وكان تصريح متعنت ان هو مش هيفكر اساسا في ان يعني ان تغيير في يغير فكره سد النهضه. هل شايف ان دي بمثابه انفراج للعلاقات الاثيوبيه المصريه وانفراج لحل الازمه بتاعت سد النهضه الخاصه بمصر؟ ايوه، انا بشوف فعلا انها ممكن جدا تكون انفراجه مبشره، ممكن قوي تكون بدايه لبناء الثقه، لانه مثلا شمل انه احترام الدولتين للقوانين الدوليه المنظمه. ده مهم برضو. ده برضو كل ان هو احترام انه اي حاجه لابد ان
تتم عبر القانون الدولي. القانون الدولي للأمم المتحدة بتاع المياه بيقول لما دولة منبع تيجي تبني سد لازم دولة المصب توافق عليه وتمدها بالدراسات البيئية وتديها مهلة لمدة 6 شهور في 6 شهور. فأعتقد برضو أنه التزام بالقانون الدولي شيء مبشر وقوي انه اثيوبيا ومصر بتفهموا اهمية التنمية في اثيوبيا واثيوبيا تتفهم اهمية النيل كحياة للشعب المصري. ايضا نقطة انفراجة جديدة انه تقرير اللجنة الثلاثية الدولية ايضا انه نبدأ فورا في استكمال الملاحظات التي ابدتها اللجنة لان اللجنة قالت انه في عيوب كتيرة فيما يخص البيئة النهرية انه في دراسات لم تستكمل عن السد. إنما أعتقد أن المباحثات الثنائية بقى يعني ما يتبع هذا الأمر تنفيذ هذا البيان إنه بيبعث موجة من التفاؤل يجب بقى أنه وفود فنية من وزارة الري والدبلوماسية المصرية ومن وزارة الخارجية تبدأ في لقاءات إثيوبية. وأنا النهاردة عرفت أن يمكن أن وزير الري سوف يتوجه إلى السودان وأثيوبيا قريبا لاستكمال هذا الأمر وبعدها ايضا يمكن وزاره الخارجيه تشارك في هذا الامر علشان نبحث بقى التنفيذ. يعني لما نيجي نقول ندي اللجنه الدوليه ان احنا نشوف التوصيات اللي قالتها تتنفذ ازاي. طب خلينا برضو نؤكد على حاجه ان مرورا طبعا بالزياره الافريقيه بدايه بالجزائر ثم زياره المؤتمر الامم الافريقيه ثم بعد كده في عوده الرئيس السيسي الى مصر كانت نقطه وصول الى السودان واستقبال البشير له في المطار. فشايف يعني انا شايفه ان الثلاثي من خلال اللجنه الثلاثيه مصر اثيوبيا السودان اللي كان فيه بينهم بعض المشادات سواء بعض التصريحات قبل طبعا وجود الرئيس السيسي في منصب الرئاسه, شايف ان ده بمثابه عوده مره اخرى مصر الى افريقيا وعوده مره اخرى مصر الى حضن بقى دول حوض النيل. هل ده يؤكد من او يؤكد من خلال 3 زيارات دول؟ فعلا, لان احنا عندنا الحوض الشرقي اللي بيجيب 85% من ميه النيل. ده بيشمل اثيوبيا والسودان ومصر. ده اهم عندنا حوض. انما الحوض بتاع خط الاستواء اللي فيه 6 دول كل اللي بيجيبه 15% فقط من المياه. فانا الحقيقه كنت بعتقد ايضا انه احد حلول ازمه مصر واثيوبيا زيارات متتاليه للسيد الرئيس للسودان, وهو حصل فعلا وده جعلني اتفائل لانه السودان ومصر طول عمرهم بيقفوا دوله واحده في كل المباحثات. مصر دائما تشعر ان السودان عمق استراتيجي لمصر, والسودان دائما تشعر بان مصر تقف جوارها في جميع الازمات اللي تعرضت لها وتساندها بقوه في كل مظاهر التنميه المصري. يعني ما زال لغايه النهارده في بعثه ري مصريه في السودان بتطور الري وبتنشي قنايات وبتطور الزراعه في السودان وفي بعض منابع النيل. فانا ايضا بعتقد انه من الامور المهمه قوي واللي حل قوي سد النهضه انه تحصل زيارات من كبار المسؤولين وعلى راسها السيد الرئيس للسودان لتنزانيا لاوغندا لكينيا. دول الـ3 دول الكبار بتوع شرق افريقيا اللي في منابع النيل الابيض, تنزانيا كينيا اوغندا, وبعدين الـ3 دول التانيين اللي هي رواندا وبروندي والكونغو. انما الزياره للسودان مهمه جدا ونتعشم ان يعود الوئام مره ثانيه, لان طبعا احنا عارفين النظام الاسلامي في السودان على مدار الـ10 سنوات كان متعسر وضحى بنص بلد واصبحت دوله اخرى, وبعدين بعد 30 يونيو لم تكن العلاقه في افضل حالاتها. فنتعشم ان زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي للسودان تزيب بعض الثلوج في العلاقات وتعود العلاقات المصريه السودانيه الى سابق قوتها وحيويتها. انما بعتقد كمان انه سواء على المستوى الرئاسي او على المستوى الوزاري ان تنزانيا واوغندا وكينيا من الدول المهمه جدا اللي ممكن تدعم موقف مصر, وان حلول مشكلة سد النهضة قد يكون في دول المنابع الاستوائية أولا قبل التباحث مع إثيوبيا ثانيا. قبل ما ندخل مباشرة بقى في قضية الأمن الغذائي بالنسبة للدول الإفريقية, أحب برضو ألقي الضوء على زيارة الرئيس إلى الجزائر, وأعتقد من الزيارات المهمة جدا, خصوصا أن هذه الزيارة يعني احنا برضو عايزين نقول النشاط الإفريقي ده بدأ أيضا من خلال رئاسة الحكومة السابقة وهي المهندس محلب, يمكن قام عدة زيارات لعدة دول إفريقية لتدعيم مصر مرة أخرى عادتها إلى الاتحاد الإفريقي. شايف زيارة الرئيس إلى دولة الجزائر والاتفاقية الغاز اللي تمت بعد هذه الزيارة, وإلى أي مدى ممكن يحصل تعاون ما بيننا وبين دولة الجزائر الفترة القادمة؟
وهل عندها يعني طاقة زراعية ممكن أن نستفاد بيها في الفترة القادمة؟ الحقيقة برضو الجزائر أولا كان لها موقف قوي جدا في التصويت في عودة لجنة السلم والأمن، 15 عضو اللي صوتوا، 13 عضو صوتوا في صالح مصر، فدي كانت خطوة كويسة، والجزائر كانت بتقود حركة قوية بشأن عودة مصر إلى الاتحاد الأفريقي وإلى ممارسة أنشطتها كاملة كعضو كامل في الاتحاد. فبالتالي ده كان مهم قوي أن الرئيس يشكر مجهودات الجزائر على هذا الأمر. الحاجة الثانية كان في موضوعين مهمين، أن احنا دلوقتي بنستورد كمية كبيرة من الغاز سواء غاز البوتاجاز او الغاز الطبيعي، وده عمل لنا مشكله مع المحطات الكهرباء، يعني انقطاع الكهرباء ليس لنقص القدرات الكهربيه في مصر ولكن لنقص التمويل بالطاقه سواء واكثرها الغاز الطبيعي. فان احنا نتعاقد مع الجزائر على الغاز المسال وايضا على كميه من غاز البوتاجاز، دي من الحاجات المهمه قوي اللي مصر تحتاجها في الفتره القادمه. ايضا الجزائر كانت اعلنت عن خطه خمسيه لغايه 2017 ان هي هتعمل حركه تنميه عقاريه وانشاءات عديده في داخل الجزائر لانطلاقة جديدة نحو اقتصاد، فمصر أيضا سوف تشارك في هذا الأمر. يمكن كتير ما يعرفش مثلا أن أول شركة للمحمول كانت باستثمارات مصرية في الجزائر مثلا، بعض شركات تكرير البترول باستثمارات مصرية. الجزائر مش دولة زراعية كبيرة لأنه هي دولة صحراوية زي ليبيا، إنما عندها بس الشريط الساحلي ده، بالعكس هي بتخش معانا في الدول العشرة الكبرى المستوردين للقمح، يمكن هي رابع يعني تتردد من الرابع الى السابع اكبر دوله تقريبا، همومنا واحده يعني عايز اقول همومنا واحده، نفس مناخ المصري. ايوه المناخ المصري، مناخ الشمال الافريقي. ايضا خطط التنميه اعتقد ان مصر هتشارك في كتير من الانشاءات، والجزائريين الحقيقه رحبوا جدا الرئيس بوتفليقه بهذا الامر. فايضا اعتقد ان ده نوع من دعم الاقتصاد المصري سواء باستيراد كميه من الغاز بسعر خاص كما اعلن الجزائريين، وده على فكره بين العرب وارد جدا. عايز اقول لك ان مصر كانت بتصدر الغاز للاردن بتقريبا يعني ب 10% من السعر العالمي، يعني عندما يحتاج الشقيق الى شقيقه يجدنا، الدماء العربيه واحده التي تجري في عروقنا. فبالتالي لما الجزائر تعطي لمصر تخفيضا 50% في قيمه الاسعار، وده مش جديد عليها على فكره، في مش يعني جديد في حرب 73 هي دعمتنا ايضا بالبترول. ده موقف الرئيس هواري بوميديان كان مشرف للغايه، لدرجه ان هو دفع فلوس صفقه الاسلحه الروسيه صحيح بالكامل الى ان تقف مصر على قدميها مره اخرى وتستعيد قوتها الاقتصادية. إذن الحقيقة طبعا هم الجزائر كانوا يعني ممتنين جدا لمصر لدورها في حركة التحرر الجزائري. انت عارفة الإذاعة الموجهة كانت بتقود من القاهرة، ان العدوان السلاسي على مصر كان بسبب دعم مصر للجزائر في التحرر، فكان فرنسا رغم ان احنا ملناش مشكلة معاها انما كانت شاركت بريطانيا في الاعتداء علينا عشان موقفنا من الجزائر. انما كمان تعليم اللغة العربية في الجزائر، الرئيس عبد الناصر بعت كل المدرسين اللغة العربية من مصر في كل المدارس، فايضا عملنا حركة نهضوية كبيرة في النطق باللغة العربية. إذن بيننا تاريخ مشترك مشرف جدا بيننا وبين الجزائر، خصوصا ان في السنتين اللي فاتت بسبب الكورة ولعب الرياضة كان حصل توتر شوية من الاعلام مش من الرسميين، يعني الصحف هنا تسخن على مصر ومصر والجزائر، والصحف هنا تسخن، ودي كانت عملت فجوة شوية. انما اعتقد ان زيارة الرئيس للجزائر انهت هذا الامر وبدأنا ندخل في تعاون اقتصادي قوي. نرجع تاني بقى للامن الغذائي ومؤتمر الامم الافريقية، وعايز اعرف بس حضرتك علقت على حاجه برضو من خلال بعض الصحف، الوفد الاسرائيلي، واحنا عرفنا ان الوفد الاسرائيلي اللي كان متواجد كان مدعو بطريقه غير رسميه على ما اعتقد، وتم اعتراض داخل المؤتمر من قبل الوفد العربي، وعلى الفور هم يعني رحلوا من هذا المؤتمر. كان شايف يعني حتمية وجود الوفد الإسرائيلي إلى أي مدى كان مهمة، وهل الخبراء الإسرائيليين في مجال الزراعة، وإحنا عارفين هم متميزين جدا في مجال الزراعة، يعني بالفعل القارة الإفريقية والدول الإفريقية تحتاجهم استعاضة عن الخبراء المصريين، يعني في الإمكانيات الخبرة والتكنولوجية والتكنولوجيا يعني؟ يعني والله شوف يا استاذ جيهان، يعني ما يحز في النفس ان يكون اهتمام اسرائيل بالقاره الافريقيه يفوق في الفتره الماضيه اهتمام مصر، وحضرتك اشرت الى هذا لما قلت ان الرئيس الاسبق ادار ظهره الى القاره في الفتره الاخيره من ابتداء من سنه 95 بعد محاوله الاغتيال في اديس ابابا،
وبالتالي حس انه خلينا نتجه شمالا وغربا في الوقت اللي كانت اسرائيل بتتجه الى افريقيا وبتناوش مع الامم المتحده ان ادوني انا تطوير الزراعه في افريقيا ما تدوهاش لمصر وحصلت عليها فعلا، ادوني تطوير الامن الغذائي، ادوني تطوير طرق الري، ومصر لم تكن مهتمة بهذا الأمر. مع عودة مصر بدأنا نهتم بقى ليه، لأن أولا إحنا اللي أولى بهذا الأمر. أكتر من كده إن إحنا فوجئنا قبل قمة الاتحاد الأفريقي بأن إسرائيل بتطلب قبولها كمراقب في الاتحاد الأفريقي، يعني عايزة تنتمي إلى الاتحاد الأفريقي رغم أنها دولة تنتمي إلى قارة آسيا، إنما عايزة تخش معانا كمراقب. وكانت الاتحاد الأفريقي يعني قال لك طيب يعني احضروا ونشوف رد فعل، احنا 22 دولة عربية رفضت هذا الوجود وقالت ان اسرائيل مش دولة عربية، اسرائيل ما زالت معلقة في القضية الفلسطينية ترفض حلها، انه في بناء مستوطنات وفي رفض للقوانين الدولية وفي رفض لقرارات الامم المتحدة، وبالتالي افريقيا ما يهمهاش قوي ان تكون دولة بحجم اسرائيل تكون مراقب على في كعضو مراقب في الاتحاد الافريقي، وده اللي ادى الى انسحاب او اثمر بقى ما اداش اثمر على انسحاب الوفد الاسرائيلي من الجلسة الافتتاحية للمؤتمر. ونرجو انه يعني انا دايما بقول اللي هيبني افريقيا الافارقة، اللي هيعمل تنمية هم الافارقة، احنا عندنا كل الخبراء في سواء في مصر او في الشمال او في بعض الدول، جنوب افريقيا متقدمه جدا، زامبيا بس احنا كنا دايما نيجيريا. بنسمع اثناء النظام السابق ان في وجود لوفود وخبراء زراعيين في مجال الزراعه. أيوة. فيما يخص الدوله الاسرائيليه دائما كان هناك تعاون ما بين وزاره الزراعه وما بين المصريه ووزاره الزراعه الاسرائيليه، هل ليها وجود حتى الان ولا والله لم يعد؟ من أسوأ الفترات اللي عانينا منها ما اسميناه التطبيع الزراعي مع إسرائيل. كل اللي أسمر عنه إنه سرقوا أصناف مصرية سجلوها باسمه، اللي مثلا الجديان الزرايبي عندنا نوع سلالة من الماعز اللي هي الجديان اللي بتنتج توائم دايما في الولادة سجلت باسم إسرائيل، سرقوا أصناف من المانجا المصرية، سرقوا القطن الأشموني اللي هو أساس القطن قصير التيلة في العالم وتسجل باسمهم. فكل التطبيع الزراعي جابولنا مثلا فراولة، دخلوا علينا فيروسات. طب هل احنا كخبراء زراعيين مصريين يعني اكفاء في هذا المجال، هل لنا تواجد في بعض الدول الافريقيه ولو مش كلها على الاقل بعضها؟ احنا لينا تواجد، احنا طبعا عندنا صندوق الدعم الدول الافريقيه في وزاره الخارجيه، وده الحقيقه الميزانيه بتاعته بتقترب من 500 ما يقرب من 150 مليون دولار كل سنه عشان انتداب خبراء زراعه الى كل دول القاره الافريقيه وليس دول منابع النيل. يعني احنا مثلا لينا مزرعه في زامبيا، مثلا لينا شغل في تشاد، لينا شغل في غينيا، دول منابع النيل. والتواجد ده بيبقى من خلال سياسه الحكومه ولا يعني سياسة من خلال سياسه الوزاره الخارجيه مع الدول بتسالهم احتياجاتكم ايه؟ بعض الدول مثلا بتطلب خبراء في مقاومه التصحر فبنبعت خبراء خاصين. بس انا بس عايز اقول لك شوف النشاط الاسرائيلي. أيوة. عامل ازاي وزير الخارجيه الاسرائيلي ليبرمان اجرى عده جولات افريقيه في الشهر الجاري. نعم. في بعض الدول الافريقيه كوت ديفوار، رواندا، اوغندا، غانا، كينيا. يعني انا اقصد النشاط بيبدا من المسؤولين او الخطه السياسيه او الاراده السياسيه من فوق، وانا اعتقد ان احنا نحتاج لهذا، اعتقد ان حتى زياره الرئيس لعده دول افريقيه ده. أيوة. هيفيدنا في الفتره القادمه ان احنا نتوسع في نشاط. أيوة. اقتصادي افريقي الفتره القادمه. وانا قلت انه بعد حضور الوفد الاثيوبي لمراسم تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لمراسم رئيس الجمهوريه وتوجيه الدعوه لزياره اثيوبيا، والرئيس كان وبعدين اعلنوا ان الرئيس وعد انه هيلبيها في القريب العاجل وانه خلال اسبوعين زي ما هم صرحوا وليس احنا اللي صرحنا. حصل بعد كده ان هم استقبلوا ليبرمان وزير الخارجيه الاسرائيلي في اثيوبيا. وانا قلت ان دي تعتبر جليطه سياسيه، ان انتوا في الوقت اللي بتدعوا فيه الرئيس المصري لزياره اثيوبيا قبلها باسبوع بتدعوا وزير الخارجيه الاسرائيلي لزياره اثيوبيا، ثم يعقد مؤتمرا مشتركا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ليعلن أنه التنمية الزراعية والأمن الغذائي المشترك ما بين إثيوبيا وإسرائيل، ومفروض أن أنت في مرحلة بناء الثقة مع مصر ما يعني ما كانش كان لازم الزيارة دي أن ترجأ. طبعا احنا ما بنقدرش نقول لحد ما تعملش علاقه مع اسرائيل، لان احنا نفسنا لينا علاقه دبلوماسيه مع اسرائيل، وده اللي هم دايما بيردوا عشان بس نبقى موضوعيين.
انما على الاقل ما تاخدش اجراء يفهم منه انه اجراء غير ودي مع دولة تنتظر زيارة رئيسها المنتخب الجديد الى اثيوبيا. انا ما كنت شايف ان البيان المشترك ده ما كانش لائق جدا في ظل توجيه الدعوة للرئيس المصري لزيارة اثيوبيا والإعلان في تطوير الري وتطوير الزراعة وكأنها رسالة أخرى موجهة، وكنت أرجو أنه يتم تهدئة في الوقت الحالي وبناء ثقة، خصوصا الحقيقة كمان أن السفير الإثيوبي في مصر عنيف للغاية، وإحنا بنعتقد أنه هو يعني متبني استراتيجية إثيوبية لزرع الإحباط واليأس في نفوسنا، يعني السد هيتبني هيتبني شاء من شاء رفض، أن إحنا مش حاسين بكل اللي بتعملوه. إحنا نتمنى يكون اليوم يومين، بس يمكن ده كانت توجيهات قبل الزيارة أو قبل استراتيجية إثيوبية أنك تبس اليأس في الروح ورئيس الوزراء. بس الذكاء المصري فاهم ده كله، يعني محدش يقدر يأسنا طول ما أنت صاحب القضية عادلة ومؤمنة بعدالة قضيتك، مهما الاخر واخد استراتيجية احنا قارينها وعارفين فكره عامل ازاي وعارفين فكره. انما نرجو ان احنا طالما وجهنا دعوة للزيارة وحضر وفد اثيوبي بعد غياب 3 سنوات الى مصر برئاسة وزير الخارجية الاثيوبي، كنا نرجو ان تبدأ بناء الثقة ما بين اثيوبيا ومصر، ثم تبدأ الدعوات لتبادل الزيارات ما بين الوفود، ثم مباحثات جادة بقى لحل المشكلة، لان المشكلة عميقة جدا، يعني اكتر ما انها تحل بوعود وردية. مثلا عندما يقول انه اثيوبيا لن تضر بحصة المياه لمصر، احنا عايزين نكتب ده، مش عايزين دايما نقول انه تصريحات شفوية. ليه؟ لان رئيس الوزراء الاثيوبي ايضا اعلن عندما بنوا 3 سدود على نهر بينهم وبين كينيا اننا لن نضر كينيا بكوب مياه واحد، ثم تضررت كينيا ضررا شديدا. يعني وبدأ التهديد. مش معنى اللي في بيان مشترك وان بنود هذا البيان ان احنا خلاص ما نعتبرش ان المشكلة اتحلت في القضية المصرية، لكن ده مش معناه المشكلة اتحلت. لا، المشكلة شديدة الصعوبة والمباحثات شقة للغاية، وعلينا ان نقنع اثيوبيا بان مصر توافق على سدود توليد كهرباء وبأي عدد تريديها، اما سدود الضخمة لحجز المياه فهذا بالتأكيد يضر بالشعب المصري، ثم ان اثيوبيا يعني غير محتاجة لهذه المياه الضخمة، لان انت من 19 نهر في اثيوبيا اثيوبيا لا تستهلك اكتر من 5% فقط من المياه المتوفره. طب اذا كان لسه عندنا بعض المشكلات ما بيننا وما بين اثيوبيا، او مش شرط مصر، في بعض المشكلات ما بين دول افريقيه وبعضها، صراعات ما بين بعض الدول يا سلام عليك، الله يفتح عليك وبعضها. طب ازاي هنعمل تنميه زراعيه دي ويبقى عنوان يعني المؤتمر الامم الافريقيه الزراعه والتنميه الزراعيه؟ اذا احنا نتحدث عن شان وحال الدول الافريقيه في شان اخر، يعني مجرد كلام. نعم، بس مشكله مش مع مصر، انما احنا مثلا كنا زعلانين لما قامت المشكله بين السودان والسودان الجنوبي بعد الاستقلال والقوات الحدوديه والصراع على مدينه ابييه، ان يكون اثيوبيا هي الوسيط وليست مصر. ده السودان ده كان السودان كان دولة واحدة وكان بينه وبين مصر عمق استراتيجي. ما تجيش اثيوبيا هي اللي تعمل المفاوضات الصلح ما بين الجنوب والشمال، وهي اللي تتولى قوات الحرس الحدودي ما بين الدولتين، وهي اللي تسعى الى التقارب والتواجد. فبالتالي هنا الغياب الدور المصري في هذا الامر كان غريب، وكنا نأمل انه يكون مستمر. ايضا في دول ما رسم منابع النيل لما بيحصل خلاف من وقت للتاني، لانه بدا يكتشفوا البترول في بحيره البرت اللي هي منبع النيل الابيض، فبحيره البرت دي نصها في الكونغو ونصها في اوغندا، فتقسيم طبعا البحيره ما كانتش متقسمه كميه حدوديه. لما بدا يظهر فيها البترول والشركات العالميه تجري عليها عشان بدا يحصل نزاع، ايضا ترخلت فيه دول عديده ومصر غابت عن هذا، كان يجب ان تكون مصر هي صاحبه الوساطه في هذا الامر. انما نرجو بقى في هذه المرحله الجديده بقى، مش عايزين يعني انت عارفه 3 سنين اللي فاتوا دول كلهم 3 سنوات ضبابيه جدا، ما فيش سياسه واضحه، ما فيش رئيس جمهوريه يعني مستقر او على علم بالامن القومي المصري ومخرجاته. احنا امننا القومي في القاره الافريقيه كل يعني، انا عايز اقول لك القاره الافريقيه مثلا هي صاحبه الفضل لما الامين العام للامم المتحده جابوه من مصر بطرس غالي، ال 54 دوله هم اللي تبنوا ترشيح بطرس غالي قبل مصر، وهم اللي دعموه في التصويت، وهم اللي خدوا الاغلبيه لتعيينه امين عام للامم المتحده. اذا ده عمق قوي لينا، عشان كده لما الرئيس عبد الفتاح السيسي قال ان احنا بنستعيد ايام عبد الناصر ونكروما وكل القاده، يعني القاعه ضجت بالتصفيق الحاد، لانه دي القيادات اللي تبنت البناء الحديث لهذه الدول. يعني المقصود ان عوده مره اخرى مصر للقاره الافريقيه من خلال دور سياسي واعد وقوي
وتنموي بالنسبه لتهدئه الصراعات. ده اللي هيعود على التنميه الذاتيه ومشروعات مشتركه. مصر هي اللي تكون الوسيط الاول بصفه ان مصر من اكبر الدول في القاره الافريقيه او واحده من اكبر ثلاث دول، احنا ونيجيريا جنوب افريقيا نعتبر الدول الثلاثه الاكبر سواء في السكان او في القوه الاقتصاديه. الحاجه الثانيه ان مصر يجب ان تعود من خلال دورين مهمين قوي، دور مصر في التنميه الزراعيه، وعلى فكره السيد الرئيس وحملته، وانا يعني شاركت في تحكيم بعض الابحاث للحمله في افكار الشباب، مركز على موضوع لقيتهم التنميه جدا الزراعية. كانوا متكلمين على انه الرئيس مهتم بالتنميه في افريقيا، حتى لما استقبل الوفد الخاص بالدراسات بربط نهر الكونغو بنهر النيل انهم انا مش عايز يتقال ان مصر بتاخد ميه، انا عايز يتقال ان مصر بتعمل تنميه ثم تاخد ميه بعد كده، عشان ما يتقالش ان مصر بتاخد ما تديش. اذا السيد الرئيس يعي تماما فكره التنميه في القاره الافريقيه، انا عندي التنميه الصناعيه الزراعيه بشكل اساسي، التنميه التقنيه والتكنولوجيه، فتح ابواب الجامعات المصريه، ما فيش مانع ان احنا نفتح بعض الجامعات في بعض الدول صحيح. خاصه في منابع جامعة النيل، جامعه السودان، جامعه القاهره في خرطوم مثلا، دي كانت احد الحاجات المهمه قوي، وكنا اقترحنا ايضا جامعه في تنزانيا، وكنا اقترحنا جامعه مشتركه في دول حوض النيل، مدينه البعوث الاسلاميه تعود لسابق عهدها. يعني احنا لغايه النهارده العلاقات الطيبه مع السنغال وموريتانيا والسودان، لانه اغلب قادتها متخرجين عندنا من مدينه البعوث الاسلاميه ومن جامعات الازهر، الجنوب السوداني من جامعه اسكندريه. اذا احنا لينا دور في رفع التقنيه والخبراء، ان انت اللي بتعلميه في جامعتك بيعود سفيرا ليكي هناك بعد كده، فبرضه ان شاء الله نفتح هذا الدور. مقاومه الفقر والجوع في افريقيا من الحاجات المهمه قوي اللي احنا لازم نخلو بينا، لانه مثلا في دول منابع النيل ال11 10 منهم يتلقوا معونات، 10 منهم في قائمه افقر 33 دوله، يعني مصر الوحيده اللي تعتبر خارج، ومع المديونيه الكبيره الاخيره الله أعلم. يبدو ان مصر ايضا قد تكون معهم فيها. انما على الاقل يجب ان نقود التنميه الزراعيه، نقود مكافحه الفقر والجوع، نقود مكافحه الاميه في القاره الافريقيه، وفتح الجامعات، وان تعود مدينه البعوث الاسلاميه مره اخرى منبرا لمصر في القاره الافريقيه وتعليم اخر 10 دقائق او 5 دقائق في البرنامج، حابه اتكلم بقى على الفتره القادمه ورؤيه وزاره الزراعه في عمليه استصلاح الاراضي والتنميه الزراعيه في ضوء مشكله نقص حصه مصر من المياه بالنسبه للقضيه اللي احنا بصددها الان وهي موضوع سد النهضه. يعني احنا في هذا الاسبوع والوزير الجديد وزير دكتور عادل البلتاجي كان صرح خلال الايام الماضيه حوالين ان احنا او الوزاره تتعهد بزراعه مليون فدان في اراضي الدوله قبل نهايه عام 2017، وهيكون عن طريق تطوير الري الحقلي في 5 ملايين فدان بالوادي والدلتا او وادي الدلتا، بيضمن لمصر زراعه ما يقرب من 3 ملايين فدادين جديده. راي حضرتك ايه في هذه التصريحات، وهي تصريحات يعني مدروسه او غير مدروسه في ضوء المشاكل اللي احنا بنعاني منها؟ والله شوف، هو مشروع تطوير الري كان متوليه السيد وزير الزراعه الحالي الدكتور عادل البلتاجي في المده الكبيره اللي خدم فيها في وزاره الزراعه في التسعينات ولغايه سنه 2000، ويعني كان لهم محاولات لتطبيقها في وسط الدلتا وغرب الدلتا. انما هو الشيء الاكيد ان الفجوه الغذائيه المصريه تحتاج الى نظره، احنا بنحتاج على الاقل 3 مليون فدان استصلاح اضافه للاراضي الزراعيه القائمه علشان نقدر نسد هذه الفجوه الزراعيه. عشان استصلح اراضي انا محتاج ميه، زراعه اساسها ومحتاج فلوس المية. كمان طبعا محتاج، انما في ظل ازمه الخاصه بالموازنه العامه للدوله و يعني شركات استصلاح الاراضي اللي اتكلمت عليها، شركه استصلاح البحيره، في ظل يعني 5 شركات العجز استصلاح واقفين عن وتوقف العمل، بعض الشركات الخاصه باستصلاح الاراضي، يعني هي تواكب هذا التصريح. الفكره اللي بتبناها الوزير ان انا ما عنديش ميه، انا في حقيقه الامر انا عندي عجز في موارد مصر المائيه 20 مليار متر مكعب، عشان اصلح مليون فدان انا محتاج 5 مليار متر. طيب انا هجيبهم منين؟ انا عندي نظام الري 40 الف كيلو متر من الترعه بتفقد كميات كبيره جدا من الميه، الفلاح مازال في بعض المناطق بيحصل فيه الري بالغمر بيفقد كميات كبيره. هو فكره ان احنا نطور الاول شبكات الري بالغمر الى تنقيط والى، انما عايزين نقول ان احنا لما بنعيد استخدام ميه المصارف الزراعيه، انا بروي الارض الميه بتروح للمصارف الزراعيه بستخدمها تاني، ده رفع كفاءه الري الى 75% زي الري بالرش. اذا خلينا نطور الري خارج الحقول، انا عندي 40 الف كيلو متر من السد العالي لغايه الدلتا لما ابدا اروي،
بيفقدوا حوالي 19 مليار. 19 مليار دول لو قدرنا نوفر منهم 10 مليار يبقى انا اقدر استصلح 2 مليون فدان. طب اذا ما قدرتش يبقى انا عوده بقى الى القاره الافريقيه اللي حضرتك تفضلتي، التنميه الزراعيه ازاي؟ انا عندي دوله زي تنزانيا اكبر دوله في دول منابع النيل لديها 90 مليون فدان قابله للزراعه، وبتزرع الحاجات اللي احنا بنستوردها سواء محاصيل الزيوت او الذره، او عندها كمان ثروه حيوانيه كبيره وبيزرعوا الارز والقطن. نقدر نستثمر سواء في تنزانيا، في كينيا مثلا اكبر دوله مصدره للشاي والبن والكاكاو، بدل ما بنروح نجيب من جنوب شرق اسيا خلينا نجيب من، واحنا بدانا فعلا نعمل كده، وفي اوغندا. اذا كنت انا محتاج يعني قلت ان البديل الفتره الجايه تنميه زراعيه بدل ما تبقى داخل مصر ممكن تبقى في بعض الدول الافريقيه ونفتح فرص عمل متبادله. أيوة. لا استثمارات وربط اقتصاد يعني طول ما انت على خصوصا اقتصاد. ان ده يعني لو دخلنا لو توجهنا الى الاراضي الصحراويه داخل مصر فهتحتاج استثمارات ماليه كبيره وضخمه، وايضا عندنا مشكله. انا عندي مشروعات كبيره قوي مفتوحه، يعني انا لو قدرت زي ما قلت لحضرتك ان انا محتاج 3 مليون فدان عشان اعمل اكتفاء ذاتي. اذا وفرت 5 مليار متر مكعب من تطوير الري دول يكفوني ازرع منهم مليون بس. طب ال 2 مليون التانيين هجيب المليون ده هجيبهم منين؟ اولا الزمام الصحراوي بتاع المحافظات كله قابل للزراعه، واحنا عندنا مليون فدان قبل المشروعات القوميه. انما انا كمان عندي في سينا 620 الف فدان، دول خلاص جاهزين للزراعه والجزء اللي فاضل من الترعه صغير. عندي نص مليون فدان وشويه 540 الف في توشكا. عندي في الساحل الشمالي مساحه كبيره، يبقى على الاقل لو وفرت 5 مليار ضمنت مليون فدان. انما مصر هتظل تستورد برضه اكل لان لازم كمان 2 مليون فدان، يبقى خلينا نلجا الى ربط اقتصادنا بالاقتصاد الافريقي. الجا بقى الى دول منابع النيل، تنزانيا، كينيا، اوغندا، فيهم وفره مائيه ووفره زراعيه. وبدل ما الهند والصين وكوريا وغيره بيروح يزرع خلي مصر تروح. وعايز اقول لك واسرائيل، يعني اسرائيل مثلا في اثيوبيا ليها 400 الف فدان بتزرعهم وتصدر منهم اغذيه وورود الى الخارج زراعه اسرائيل، وليست عندها مشكله مياه ايضا وليست زراعه ارض اسرائيل. شوفي انت قلتيها، لما يكون عندي مشكله مياه اعمل ايه؟ او ما اروح بلاد الوفره المائيه ازرع هناك. يبقى انا كده استغليت مياه مش بتاعتي وارض مش بتاعتي وانتجت غذاء صدرته وكتبت عليه انتاج اسرائيل، خاصة ان هم كلهم عدد سكانهم 8 مليون، منهم 2 مليون عربي، انما احنا 90 مليون، فما احوج مصر الى ان احنا نكمل احتياجاتنا الغذائية بدول منابع النيل عشان ربط الاقتصاديات مع افريقيا. طول ما لينا مصالح معاهم وليهم مصالح معانا مفيش تفكير ابدا في ان يحصل ضرر. مشكلة الانهار احنا ملناش اي مشكلة مثلا مع دول النيل الابيض ودايما حلولها هادية جدا. الصوت العالي دايما بيننا وبين اثيوبيا لان المية الاكتر بتيجي من عندهم، وهم رابطين المشكلة التنمية مع المية. يعني انتوا ليه بقيتوا كده؟ عشان عملتوا حضرتكم على المية اللي بتاخدوها مننا. طب يا سيدي ما انت عندك 19 نهر تاني، ما عملتش كده زينا ليه؟ لا، مسألة عقول مش مسألة مية ابدا. انما ارجو ان احنا نربط مصالحنا بمصالح القارة. وجودنا في افريقيا مهم، وجودنا اكتر من اي دولة اخرى. التوفيق بين بعض الدول والصراعات اللي بتحصل يجب ان يكون دور مصري مهم في المرحلة القادمة. المشاركة في قوات حفظ السلام ايضا في الدول الافريقية قلنا بدأنا فيها ويجب ان نستكملها. انما ان تقود مصر التنمية الزراعية والامن الغذائي ومحاربة الفقر والجوع ده يعمل لمصر بروباجندا قوية جدا. ده لما نتكلم في التنمية الزراعية، الناحية الاقتصادية الوفرات اللي هتقدمها للتنمية الاقتصادية فتح فرص عمل، يعني كيف تعلق على هذا؟ فتح فرص عمل للمصريين والأفارقة، خلي بالك لأن انت مش لازم اما نروح نستثمر هناك يحسوا ان احنا فينا أنانية. يعني مثلا في دول كثيفة السكان زي اثيوبيا ما بتسمحش ان اللي عايز يستثمر عندها يجيب عمال معاه، انما دول قليلة السكان زي السودان وزي اوغندا والسودان الجنوبي وكينيا وتنزانيا بتقول لك هات عمالك لو عايز، بس برضو لازم تشغل عمال من عندنا بنسبة لا تقل عن 25%. ماشي، كل ده احنا موافقين عليه. انما اللي انا ببصه على التنمية، اذا مصر قادت محاربة الفقر والجوع والتنمية الزراعية والامن الغذائي في افريقيا ستظل مصر ملكا متوجا للقارة الافريقية في المائة سنة القادمة، كما عبد الناصر الان ما زال في قلوب كل الافارقة لانه قاد حركة التحرر. اخر سؤال بس يعني عايز انهي بيه، هل في معوقات من ناحية الاستثمار
مصر في بعض الدول الإفريقية يمكن علينا منها في الفترة السابقة أو الفترات النظام السابق، وممكن أن نوجه رسالة للسيد الرئيس بخصوصها أو بصددها في سبيل أنا عايز أقول لحلها. أن الاستثمار في الدول الإفريقية هيفيد مصر ويوفر لها فلوس كتير. يعني أنا مثلا كأكبر دولة مستوردة للقمح من الخارج، إذا زرعته هو أو زرعت القطن عشان أخلي أماكن للقمح، أو زرعت الرز اللي بياخد مني مية كتير وما بقتش قادر ألحق زراعات الرز في تنزانيا وأوغندا، أنا عايز اقول لك ان انا بدل ما انا بستورد من امريكا ويفضل شهر مركب وادفع عليه نقل كبير جدا، انا لو زرعت في دول منابع النيل هبقى على بعد يومين ابحار بس من مصر. فانا اذا بوفر كتير في تكاليف النقل، بوفر كتير قوي، ان انا لما بنتج الحاجه بنتجها ارخص ما اشتريها من البورصه العالميه. البورصه فيها مضاربات وفيها ارتفاع اسعار احيانا يرتبط بسعر البترول، انما انا لما بزرع لحسابي، يعني عايز اقول لك ان في بعض الدول المجاوره بتستثمر في اكتر من 4 مليون فدان في على مستوى العالم، من اول امريكا الجنوبيه لافريقيا لاسيا. احنا عايزين نعمل كده، عايزين نخرج، ان طالما ما عنديش ميه يبقى لازم اخرج بره ارضيه، على قد ما اوفر ميه في مصر اقدر اصلح مليون. او وعلى فكره السيد الرئيس طلب على فكره دراسه عن المياه الجوفيه في الصحراء المصريه من وزير الري الجديد، لان احنا املنا ان احنا يبقى عندنا كميه ميه كبيره اقدر ازرع بيها 3 مليون فدان في الفتره القادمه. لكن على الأقل الزراعة في أفريقيا مصلحة متبادلة، تنمية في القارة الأفريقية، محاربة للفقر والجوع، محاربة للأمية، وأعتقد أن هذا دور مصر إذا أحدثته هتبقى ملك متوج على القارة الأفريقية. هذا ما نأمله إن شاء الله. دكتور نادر نور الدين، أستاذ في كلية الزراعة جامعة القاهرة وخبير بورصات الغذاء، أهلا بحضرتك مرة تانية، وبنشكرك على وجودك معنا في حلقتنا النهاردة اللي هي قبل رمضان، وكل سنة وانت طيب. وحضرتك طيبة والسادة المشاهدين، وسعيدني وجودي معاك دايما. بشكرك وبشكر كل السادة المشاهدين. بذكر حضراتكم ان معادنا في رمضان طبعا هيبقى مختلف تماما، هيبقى الساعة 12:30 في فترة السهرة بس يوم الجمعة. انتظرونا طبعا خلال شهر رمضان، اكيد هنعمل ملفات مختلفة تتواكب مع اهتمامات المشاهد دايما الاقتصادية. الى اللقاء.